لك الكرة برافو برافو أمين عطوشي تتمرر بالخطأ توصل يوسف الجبلي يوسف يمر يوسف يتقدم يوسف يصوب كرة ملعوبة يا جول الله على نجم المباراة يوسف الجبلي أي مرور وأي تصويب التصويب من خارج ال 18 الكرة تتصوب لفريق الباطن يسجل الثالث ثلاثية في مرمى أبها الله على حبة البركة الله على يوسف الجبلي الموسيقار في وسط الملعب يضع الكرة بالشكل يلعب كرة لمصلحة كريم العواضي خطيرة جدا يوسف هنا الجبلي هي جول الله فريق نادي نجران قبل تقريبا ثلاث مواسم صالح العباس كرة محاولة خطيرة الجبلي جول هي بطناوية هي بطناوية السماوي عاد الباطن عاد الباطن عاد 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 وسجل التقدم الآن سجل التقدم أبناء الحفر لا يريدون الخسارة لا يريدون الخسارة أبناء حفر الباطن يريدون نقاط المباراة يريدون نقاط المباراة نعم هدف بطولة الدوري لكن عندنا كرة أمامية الآن ورايحي يحاول وتغطية موجودة عليه وكرة عرضية خطيرة الله الله ممكن جول ممكن جول ممكن جول فابيو أبرو أيها جول لكن بتمر وتعدي الله كرة لمحمد رايحي أمام تصويمة مرة ثانية لكن يوسف الجبلي بقوة وضعها صاروخ باتجاه عبد العالي محمدي تسكن على يمينه لأول الأهداف لأول الأهداف بهذا الشكل يوسف الجبلي دائما بهذه الصورة وبهذا الثلاثي الخطير وبهذا الثلاثي ومن ثم يعود مرة أخرى لانطلاقاتها هذه الكرة في مكان فابيو مر فابيو وبعد وهدف يأتي بعد ذلك لتصبح 2-1 2-1 ديوب ماكيتي بديلا للحمدان في هذا التوقيت لكن شوف المرور من جانب يوسف الجبلي مرتدة يوسف الجبلي انفراد تام انفراد تام الجبلي الجبلي يعاني 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 راح 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 في اشوف الابعاد من ريناتو شافيز بعد ذلك يوسف الجبلي انفرد من نص الملعب شوف احساسه شوف احساسه شوف نظراته شوف كعبه يا عيني الكعب غرام والنهايه سحر ودلال من محمد رايحي يا الله على ابداع السماوي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني اللاعب الدولي الانغولي لكن عندنا خطا الان وتقدم من جانب لاعبي الباطن والجبلي يلعب العرضية الخطيرة الجبلي بمر بموه بمكان ممتاز لمسة حلوة خذوهات ثنائيات عرضيات في مكان الله بطناوي اللعبات يلعب للأمام هدف أول للباطن الباطن يسجل برأسلية اللاعب البديل يوسف الجبلي ياخذ كرة يلعب كرة للأمام واو الجبلي هدف تعادل الباطن هدف ضربة ركنية احتسبها ضربة ركنية إلى صالح فريق الباطن عرضية محاولة خطيرة جول ركلة الزاوية لمصلحة نادي الباطن ملعوبة رأسية جول في الشوط الثاني يطلب المدرب من محمد رايح الدخول إلى 18 يوسف الجبلي يرسل بالرأس اللي ترعرع ونشأ في الفئات السنية في نادي الهلال يوسف الجبلي كرة ثابتة للباطن الرأسية الله الله
خلصها هنا بالكعب تبعد، لا تزال للباطن، قد تكون خطيرة، قد تكون خطيرة. جول جول جول. القلائل التي يخطئ فيها إيفر بانيجا، والكرة ترسل إلى يوسف الجبلي، نقل الاتجاه إلى الجانب الأيمن، السلام موجود الآن من محمد رايحي، يحاول يتقدم، يمر بشكل ممتاز ويسدد. أبو المباراة، الخطأ، تسديدة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. الغنام، الغنام عاد وسجل. محاولة، محاولة محمد رايحي، حاول، محاولة، تسديدة. برافو حارس المرمى، برافو. يوسف في التحضير، يوسف في التصويب، الله، حلوة الكرة من يوسف. أمام النواف وشل، مرة ثانية ترسل، يوسف الجبلي يحاول يلعب كرة ملعوبة، هي جول، إنما تلعب في القائم. استلام موجود من فابيو أبريو، يعيدها مرة أخرى، تقدم من حارس المرمى، استغلال لهذا التقدم. عمار الدحيم، توفيق محمد، مراد باترا، وكذلك محمد الفيد والعربي. أجمل الألحان بالنسبة للشباب، كرة تصل الآن من جديد لمسة. اللقاء الأول، محاولة تصل إلى جايري، جاري يحاول، رودريغز يفتك الكرة، يوسف الجبلي يحاول المرور، يمر بشكل ممتاز، ينقل كرة إلى فابيو. المباراة الأول بدأ وكأن الباطن أفضل حالا مما كان عليه في اللقاءات الماضية. ربما الشمري إلى فابيو، لم يظهر أبرو، لم يظهر الهداف، لم يظهر الهداف إلى يوسف. يا سلام على اللعبة. مرة ثانية انطلاقة، يوسف الجبلي، هل فيها شيء؟ كرة مرة ثانية، مرتدة خطيرة، مرتدة خطيرة، أبرو يخلص المباراة. يلعب الكرة، محاولة رأسية، سعد خيري للجبلي، المحاولات للباطن، الجبلي يمر، الكرة والمحاولة خطيرة، سعد خيري لصالح فريق نادي الباطن. زكريا سامي، يوسف جبلي يحاول ويستلم، يمرر، يبحث، ينقل اللعب بطريقة. المباراة نتمنى التوفيق للفريقين، ونتمنى أن تكون مباراة ممتعة من خلال ما يقدمانه. وعلى عرض تفوق في ثلاث، تعادل في ثمان مباريات، خسر في خمس، وله 18 هدف عليه 21. هنا الانتصار على الرايد في الجولة الماضية، يبحث عن الاستمرارية هنا من أمام الأهلي. يوسف جبلي، فيتزا في التغطية، الكرة عند يوسف الجبلي إلى جانب رايحي، يمر يوسف، يمر، يتقدم، مرور آخر من يوسف على الجهة اليمنى لعناصر فريق نادي الباطن، وحاول المرور بطراوية، الجبلي يحاول يلعب كرة عرضية، لم يظهر بخطورته المعتادة. هذه كرة مرة جبلي، مرة أخرى لمسة وصلت للآن، عد أهداف شهدت أيضا، ربما إضاءة لفرصة أيضا من القهوي. هذه كرة خاطئة، عدت، هذه خطيرة، خطيرة، فابيو، أبرو، تأخر، تسديد عليه موجود، أبريو ينتظر مساندة ليوسف جبلي مرة أخرى. شوف الانطلاقة، تأتي، تمر، تصل، الخطورة، جول، تولعت المباراة في العشرين دقيقة الأخيرة، في العشرين أخيرة، أبريو، أبريو جول، أبريو جول، أبريو جول. أن يسجل الباطن أول أهدافه، والثاني قريب، الثاني قريب، يوسف مشاها وصل على العباس. لكن الحديث عن الوصول، عن الخطورة، عن التهديد بالنسبة للفريقين، هذه العرضية، الله، الله على الكرة الماضية. جبلي في الاستلام، يوسف يحاول يراوغ، يحاول يمر، ما زالت الكرة معاه، يبحث عن العرضية بالراس، الله الله. حاولت التقدم، نقل الاتجاه إلى الناحية اليمنى، يوسف الجبلي عرضية، إبعاد جميل جدا. ينقل الاتجاه إلى الجانب اليمين، استلام كرة من يوسف الجبلي، كرة عرضية تأتي، وفواز القرني. رايحي، يمر يوسف، يمر، يتقدم، مرور آخر من يوسف، عرضية بيوزرا، وتدخل من مصطفى ملائكة. فيهم الفيصلي، ولا أعلم كيف فرط في اثنين من أهم اللاعبين في تشكيلة الفيصلي في الموسم الماضي. هنا أول كرات، أول العرض لمصلحة راكان، راكان الشملاني يمرر، العرضية من يوسف الجبلي، وخطيرة للباطن، والكرة إلى ذكرت أنه إذا تحرك، تحرك الاتفاق، وتحرك الكويتي بهدف رائع. اللقطة الآن، الرد طرف الأيمن، جبلي الآن يحاول، يوسف يسيطر، يمشي العرضية، حلوة، بريو لك الباطن، الكرة لويباس من الجانب الأيسر، الشمري، يوسف جبلي، على الكرة وصلت في
وهكذا من موجود هناك في حفر الباطن يتمنون ان تكون ان تقرب المسافه ان تقرب يوسف الجبلي. الله، هدف اول نعم للباطن، هدف اول للسماوي، ما اجملها من بدايه في الشوط الثاني. ستقرب كثير يا الجبلي المسافات، ستقرب كثير من المسافات يا يوسف. الطريق طريق رائع جدا، هدف للسماوي، لكن هذا الهدف كم يساوي عند السماوي؟ عند البدايه سيكون يعني سيكون هذا الامر مختلف جدا. يوسف لعبها، تحاول فيها رايس، راح والله معها رايس بولحي، تصدى لها لكن قوتها راحت على الشباك، معلنه هدف الاول لفريق الباطن. ركله جزاء يوسف الجبلي، الباطن يعود لنقطه المباراه مره اخرى. الباطن عنده نفس ما شاء الله تبارك الله عالي جدا. شوف 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 الجبلي، شوف الجبلي، شوف الان راح عند هناك، راح عند المهاجم اللي الغيابات، تبون تعرفون وين الغيابات؟ عند 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 العفو اليوم. هذه كره ملعوبه لنا، رايحي رايحي، لعب كره لا مقرز اللي عنده الامكانيات الكبيره واللي جاء في الانتقالات الشتوية في الموسم ما قبل الماضي. هذه كره ملعوبه للامام، اكبر دفاعيه وهجوميه. محمد ناجي، محمد ناجي تمريره، لمسه ثانيه، محمد ناجي تمريره على اليمين. صار 25 مباراه، هذه كل ما عمل خالد العفوي خلال موسمين على التوالي مع الاتفاق. راكان الشملات، استلام، الهبوط او انها تبقى لموسم اخر، عليها ان تقدم المهر اولا من البدايات، من البدايات. مرمى الكرة محمد ناجي، تقدم، اخذ كرة في نصف الملعب، هذه محاولة لفريق الباطن، تمريرة في مكان سليم، حسين العيسى من سلم في وسط الميدان. يوسف الجبلي يحاول يبحث يمرر، محمد ناجي من جهة اليسرى، ناجي الباطن. اعتقد ان حزازي لاعب في خط الوسط مهم جدا، يلعب الكرة محاولة الان للباطن، الباطن رصاصة، خلاص تكون هي النهاية يا امير، راح تكون فيها امير في هاللقطة الأخيرة، محاولة تسديد على المرمى. ضيف الله القرني، القرني يلعب الكرة، يروح هناك يوسف الجبلي على الطرف الآخر، المزيري يوسف يتقدم، يحاول ناجحة، اللقطة الأخيرة يبدأ الآن. لعبة للأمام، مكان يتقدم. ثانيا لكن مرت الكرة ومرت الفرصة وعادت من جديد مرة أخرى للباطن على الطرف الأيمن. إلى فيليب برادريتش مرة أخرى، تخلصت الكرة، تخلصت الكرة ولا تصل.